مشاهدينا، انا بعرف انه اشتقتولي كثير اكيد من خلال الفيسبوك الانستغرام وتويتر، تعليقاتكم كانت كثير حلوه، وبدي اقول لكم شغله انه انا اشتقت لكم اكثر واكثر. واليوم رح اقدم حلقه جديده من برنامج اغاني اغاني مباشره على الهواء، ورح ابديها مع خبر فني. الاول، غيب الموت الرئيس السابق لجمعيه المؤلفين والملحنين وناشري الموسيقى بلبنان، وعضو نقابه الفنانين المحترفين، والعضو المؤسس لصندوق تعاضد الفنانين بلبنان، الشاعر الياس ناصر عن عمر 61 سنة. كتب الشاعر الراحل أكثر من 1700 أغنية لعدد كبير من الفنانين، ومنهم صباح، مادونا، راغب علامة، إليسا، نجوى كرم، عاصي الحلاني، جورج وصوف، نوال الزغبي وغيرهم. مشاهدينا بدنا نتابع مع أول كليب لفادي اندراوس ومباركون. Very simple. Sometimes it is just as simple as a song you hear. Maybe now it's your turn.
الأحوال الجوية أحيا الفنان الإماراتي حسين الجسمي ليلة السبت الماضي حفل غنائي جماهيري ضمن فعاليات مهرجان دول الموسيقى العالمية بدبي بمشاركة الفنان عمرو دياب. تنوعت اختيارات الجسمي من الأغاني بالحفل فتنقل بين الأغنيات الخليجية يلي طلب فيها جمهور بين الأغنيات المصرية المغربية واللبنانية يلي اختارها من أرشيف السيدة فيروز. مشاهدينا بدنا نتابع مع كليب جديد لرجل أسطى مش طبيعي. مش طبيعي شو بحبك باسمك عم ضل مهلوس عم بوعى بيعز الليل شوفك اذا عم تتنفس ومطرح ما بتدعس شو بخافي شكك دبوس مروس واللي بيصيبك بالعين ان شاء الله بعينه يتقوص وقالوا تعرف شو بحبك اوعى تفارقني بربك وحتى ما اشتاقلك يوم الله ياخدني لو تعرفوا شو بحبكم مشاهدينا فما تفلوا لأنه راجعين بعد البريك.
مشاهدينا رجعنا لأغاني أغاني ومع خبر فني جديد عن الفنانة التونسية لطيفة يلي أعلنت أنه ألبومها الخليجي رح يصدر بنهاية الشهر الجاري وهو من إنتاجها الخاص وبيتضمن 15 أغنية. وأعلنت لطيفة أنها تحدثت مع الفنان صابر الرباعي بمشروع ديو ممكن يبصر النور خلال المرحلة المقبلة. ولفتت لطيفة أنه صابر هو رفيق الدرب ومن الأشخاص يلي بتفتخر فيهم كتونسية. هلا شو رأيكم نتابع مع لارا اسكندر وتعالوا غنوا معي. تعالوا ننسى كل ذكرى جرحى ونملى كل ليالينا فرحة بعمرنا بنعيش مرة كل واحد فينا حر وكل واحدة حرة لما بضحك ببقى واحدة تانية الفنانة إليسا عبر تويتر إنها عم تستعد لاجتماع بتناقش فيه تصوير فيديو كليبا الجديد وهو رح يكون الثاني من ألبومها الأخير أسعد وحدة من بعد ما صورت الأغنية يلي بتحمل عنوان الألبوم تحت إشراف سليم الترك. إليسا عم تشارك حاليا بالإكس فاكتور وهي سعيدة بعد إعلان عدم استبعاد أي فرد من فريقها بالبرايم الأخير. مشاهدينا لهون بتكون خلصت حلقتنا، بس قبل ما أختم كمان بدي تابع تويتر بس تويتر تبع دولي عياشوان وبدي أتشكر فرح، رشا، إلي نجم، هبة رزق، توني وهبي، لينا، جمال، ميما روز، ميريام. كمان بدي أتشكر مين بعد، سورة فوزي،
سلومة تامر كريم وغيرهم كتير على التويتس الحلوة يلي بعتوني كمان بكل شيء ورسلتوني على دولي عياش. وما بدي أشكركم كتير مشاهدينا. بدنا نختم حلقتنا لليوم مع كليب، وأكيد بشوفكم أنا بكرة بحلقة جديدة. بس أنا ومحمد ما تنسوا تابعوني. باي. بعدك ببالي وبعدك يا غالي، يحرم علي الهوى. وينك حبيبي اللي حبيبي، معقولي نرجع سوا؟ بعدك ببالي وبعدك يا غالي، يحرم علي الهوى. غريبة هالدنيا.